تروح للكنيسة هو هذا أهم شيء يعني بالعيد تروح للكنيسة على مود يعني تحضر القداس قداس القيامة، بس هذا العيد يعني بالموبايل فما كان يعني شلون ما تقول عيد يعني يفرح مو مثل سنوات القبل. اكيد اكو فد شيء ناقص مختلف، انه الشعب ما موجود، ان احنا جماعه، اذا جماعه ما ملتمة، لكن مع هذا الجماعه هي متوحده بقلوبها وبروحها ومتوحده بتضامنها، لان احنا ما فقط بدنا نقعد بالبيت حتى نخاف على نفسنا، يمكن احنا البلده سالمه هنا، لكن ايضا حتى نتضامن مع كثير من العالم اللي هي محرومه من الصلاه،